يقول: دخل الشك إلى قلبي من حصول انتصار قريب للمسلمين، وذلك بسبب الهزائم المتلاحقة، انصحني يا شيخ جزاك الله خيرا. أنصحك بقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وبقوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قوله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذا اشتد الأمر فالفرج قريب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فلا تقنط من الفرج ومن يسر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يصيب المسلمين أو يصيب أفرادهم ما يصيبهم من المصائب، ولكنهم لا يقنطون من فرج الله عز وجل. يعقوب عليه السلام لما فقد أبناءه الثلاثة قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، طريقة أتباعهم، أنهم لا ييأسون مهما أصابهم أو أصاب المسلمين من الشدائد، بل يثقون بنصر الله وبأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى.